يا أمل، احنا مشاهدينا مكملين معكم. لوين هلا يا عفاف؟ لوين هلا رح نروح على مدينة حلب الشهباء، واللي من لما بنقول حلب اكيد بدنا نتذكر تحدي الإرادة والحياد يلي عطول بتجسدهم هي المدينة بحضارتها وبتاريخها يلي هي تعد أقدم مدينة. وكمان ما بدنا ننسى نتذكر مبادرة شهيق زفير يلي عملت من كم يوم معرض قد التحدي لأطفال ذوي الهمم. هذا المعرض أكيد شيء كتير مهم ورح نحكي عنه هلأ ونستعرض بعض الصور، ورح نحكي مع الأستاذة منتصر لحتى يعلمنا المعلومات أكثر. أكيد عفاف، يعني مؤسسة شهيق زفير دايماً عم تكون موجودة بأنشطة وفعاليات كثيرة، وعم تستهدف فئة الأطفال من ذوي الهمم، أطفال الحب، لتدمجهم أكثر بالمجتمع، لتنمي لهم مهاراتهم ومواهبهم. ومثل ما ذكرتي من فترة كان في عندهم معرض ديفيلي للأزياء للأطفال، اليوم رح نحكي أكثر عن مبادرة قد التحدي، معرض للأطفال ذوي الهمم برعاية الأمانة السورية للتنمية وجمعية الرجاء لذوي الإعاقة وغرفة تجارة حلب ومبادرة شهيق زفير. لنحكي أكثر بشكل موسع عن هي المؤسسة وعن أعمالها الحالية وأعمالها القادمة. بسعدنا أنه يكون معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباح الخير أستاذ منتصر. صباحكم. بالبداية نقول كلمة نحن أني رحمة لشهداء غزة والصبر والسلوان. آمين يا رب. أكيد أستاذ منتصر، من فترة كان عندكم معرض قد التحدي ومبادراتكم دائما متواجدة وبمساعدة وتسليط الضوء على هدول الأطفال ذوي الهمم. خلينا نحكي أكثر عن المعرض وكيف تم التحضير له. بصراحة نحن أطلقنا مبادرة اسمها التحدي، هي مو سهلة بس نحن قد التحدي، طبعا بالتشاركية مع جمعية الرجاء، مع الأمانة السورية للتنمية، مع في تجارة حلب، ضمن أهداف التنمية المستدامة اللي من منطلق الواجب الإنساني والمجتمعي أن يكون نحن كمان موجودين مع الأطفال هي بالذات. الفعالية استمرت مدة يوم واحد، شملت عدة نواحي. هاي النواحي كانت هي مجتمعة نوعا ما، وجاءت فعاليه دعما للاطفال مثل لازم داون او ذوي الهمم، هي عباره عن معرض رسم ومعرض سجاد نول، زائد عن شيء حلب القديمه. تركز الموضوع عن شغل الاطفال اللي هن عندهم قادرين يعملوا شيء بالمجتمع، اللي هن عندهم مواهب رائعه ومواهب دفينه، فانت من خلالها بتحسن انت تشتغلي عليها نوعا ما بتطلعي شيء حلو نوعا ما. الأطفال موهوبين لكن هنون دايما بحاجة دعم، وأنتم خير مين عم يدعم هي الفئة من الأطفال. أستاذ منتصر، خلينا نحكي، كان ضمن المعرض في لوحات رسم وفقرات فنية، خلينا نتعرف عنهم أكثر. في عدد معين لهي اللوحات، شو تضمنت هي اللوحات من أفكار؟ هلا هي اللوحات قريبا هن إن شاء الله شيء بحدود 15 طفل من ذوي الهمم. اللوحات حكت عن حلب القديمة، عن القلعة، عن الأسواق القديمة، عن الشيء اللي موجود من حلب القديمة. اشتغل حكينا عن موضوع السجاد، موضوع النول اللي هن معروفة بحلب هذا الموضوع. تصوري الأطفال عندهم قدرات يشتغلوا هذا الموضوع، فأكيد عندهم قدرات رائعة وقدرات مستقبلية حلوة كتير. المعرض هو استمر لمدة يوم واحد، كان بالملعب حلب القديمة، مكان أكثر من رائع. طبعا الفعاليه مو بس تضمنت هيك، تضمنت كمان فقرات فنيه، تضمنت رقص مولويه، تضمنت فقرات ومسابقات للاطفال، حتى تصوري يعني كان موضوع نحن موجود ان في احلى لوحه واحلى شغل، فكان موضوع كثير له يعني خلينا نسميه تحدي، تحدينا ان الناس اللي حوالينا، وكان شيء طلع نتيجه كثير رائعه بصراحه. حلو. هذا الشيء يعني يمكن بشوفيه بالصور او بشوفيه بالفيديوهات اللي قدامكم، فكان كثير رائع نوعا ما. يعني يا استاذ منتصر، فعلا تحدي هذا المعرض وهذا المشروع هو تحدي بكل معنى الكلمه بظل هي الظروف يلي عم نمر فيها، ان كان بسوريا ولا بخارج سوريا. كيف كان اقبال الاطفال ذوي الهمم على المشاركه والتحضير لهذا المعرض؟ هلا هن عندهم قدرات رائعه، بس قليلوا اني في شيء عندنا نشاط معين، بتحسي لحالهم
يعني بطلع عندهم هرمون السعاده لحاله بطلع لحاله من دون ما تحسي انت بطلع عندهم شغلات رائعه ما تحسي عليها غير موجوده انت قدامك. فكان موضوع كثير كان له اثر ايجابي على الاطفال وحتى الحضور، حتى انا متوقع الصراحه كان نسبه الحضور كان رائعه، كان الاطفال مبسوطين عم يتفاعلوا معهم عم يشوفوا شغلهم. يعني تصوري الطفل عم يرسم لك لايف لوحه عن حلب القديمه او رسم لك عن شيء مثلا عن اسواق او عن بواب حلب او الى اخره. المتواجدين كانوا فعلا يعني كانوا مبسوطين لدرجه اني ما حبوا يطلعوا من معرض. طبعا هذا الشيء له تاثير ايجابي مو بس علينا، على المجتمع ككل. فاكيد نحن مستمرين بعده نشاطات عده فعاليات لتظهر مواهب الاطفال، هي تكون لهم دور كبير بالمجتمع. تمام. ودائما يمكن قبل كل مبادره او فكره جديده او مشروع بتطرحوه اليوم ضمن شهيق زفير بيكون في تحضيرات، في تجهيزات، في ايام عديده عم تشتغلوا عليها وجهود مبذوله لحتى تطلعوا بهي النتيجه وبابداع هدول الاطفال. حضرتك استاذ منتصر من الاشخاص الفعالين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما عم نشوف قبل كل مبادره تحضيراتكم عم توثق لنا اياها، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا اكيد اي عمل مجتمعي انت بتوثقي انت بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا صفى الموضوع جدا جدا مهم لانه وللناس حتى يشوفوا الشيء اللي عم نعمله نحن. فاكيد نحن عندنا شيء موجود بنوثقه بنحطه على سواء على الفيس او على الانستا او الى اخره مشان الناس تشوفه، مشان تعرف العمل له قديش ماهيته، قديش تعبنا نحن، قديش نظننا، قديش عندنا قدرات، قديش عندنا مثلا مصاعب، قديش عندنا امكانيات. فدوما نحن عم نحاول قبل اي عمل يكون لنا دور ونظهروا نحن للحضور مشان يشوفوه، مشان يقولوا اني فعلا هذا الشيء موجود، حتى نقول يعني موضوع اني سابق الاوانه بحيث انه يكونوا الناس يتحضروا له. فاكيد اي عمل كان موجود له دور. فطبيعي اني قد التحدي نحن اشتغلنا عليه قبل تقريبا شيء 15 يوم، وحتى الناس صاروا يسالوني اني شو صار معكم؟ ايمت المواعيد؟ ايمت المواعيد؟ فالوقت لبين ما صار يعني كان نتيجه كثير حلوه وفعلا كان مبسوطين نحن وكان رائع جدا جدا. طبعا وجود الحضور كله، وجود المشاركين معنا الشركاء، الامانه السوريه، غرفه تجاره حلب، جمعيه الرجاء، كثير اشخاص ما بحب اذكر اساميهم لان هن بحبوا يكونوا وراء الظل مشان موضوع العمل المجتمعي. فان شاء الله يا رب يكون دوما نحن سباقين للعمل هي، تكون لنا خطوات نوعيه، خطوات مميزه بهذا العمل بالذات، ما بدي خطوات انها تكون او فعاليات تكون نوعا ما لها دور يعني تقليدي، لا انا بحاول اركز على شيء ما حدا اشتغله، ما حدا عمله نوعا ما، لاني انت وقت تظهري شيء مميز اكيد كل الناس بتجي تزبدك انت. اكيد مشاريعكم والتحضيرات والمعارض اكيد ما وقفت هون وما خلصت هون، بدنا تعطينا شويه اسرار عن مشاريعكم القادمه، شو رح تكون وايمت؟ هلا اكيد اي عمل اي عمل مجتمعي رح يكون له تحضير، في عندنا اجنده معينه عم نشتغل عليها بصراحه. في اجنده او في فكره كثير حلوه يمكن تكون لها ما حدا اشتغل يمكن بسوريا او ما حدا اشتغل ما بعرف اذا موجوده قبل، هي عباره عن مشغل صغير رح يكون ضمن المركز تبعنا، قياده ودرجه وحبكه الى اخره، رح يكون الاطفال هن موجودين بهذا الموضوع طبعا باشراف ناس مصممين، يطلعوا منتج ضمن هذا المركز. هو يكون عباره عن البسه، يكون مثلا تيشيرتات، يكون مثلا بنطلونات، يكون مثلا اي شيء بخص هذا الموضوع بالذات. نحن عملنا اني انا ما بس انا بدي افرحهم، لا انا هي فرحه زائد ان يكونوا هن اشخاص مسؤولين بالمجتمع. ادخالهم سوق العمل كثير مهم صراحه، بركز عليه اني ادخال سوق العمل لهالاطفال بالذات كثير كثير مهم ولازم يكون يطبق على الواقع. اكيد ان شاء الله يا رب يكون نحن لان الحظ الحلو بهذا العمل هذا. أكيد. وبالختام أستاذ منتصر أنتم كنتوا قد التحدي، يعطيكم ألف عافية ومشكورة كل جهودكم اليوم ودعمكم لهدول الفئة من الأطفال، وإن شاء الله على طول بمحطتنا الصباحية بنضوي على إنجازاتكم. أكيد كل التوفيق والنجاح والازدهار لكم أستاذ منتصر.